تقول نشاهد أن الفجر يتأخر خروجه عن وقت الصلاة، أي أن الناس يصلون قبل طلوع الفجر، فهل من توجيه لأئمة المساجد؟ لا يجوز الصلاة قبل طلوع الفجر، ولا تصح الصلاة قبل طلوع الفجر، لا بد من تحقق طلوع الفجر، إما بمشاهدة أو بغلبة ظن أو رجوع إلى التقاويم الموثوقة فيصلي إذا تحقق من طلوع الفجر أو غلب على ظنه ذلك. أما من صلى قبل طلوع الفجر وعلم بذلك فإنه يعيد الصلاة لأنه صلى قبل دخول الوقت. نعم.